شو بدك بيها الشروة؟ طيب ليش؟ بدي أعرف، ما بدي أعرف، بدي أعرف. ضروري يعني؟ لك طبعا ضروري، أنا بدي أتنور، أنا جاي أتنور. ليه جاي؟ أنا بدي أتنور. يا سيدي بنتك رح بتكون رقم 6، مرزوق آخذ قبل منا 5. 5؟ ليش كل هالقد؟ ولي 5؟ ما بعرف، أول وحدة بقيت معه تقريبا شهرين، الثانية كملت الشهرين. أول وحدة جابت له ولد، الثانية جابت له بنت، هلا الثالثة بقيت معه تقريبا شهر ونص وجابت له ولد كمان، بس وينها؟ كله بعد ما يطلعوا. طيب والتنتين الباقيين؟ على قولك لسه في تنتين، مو في تنتين؟ وحدة ما فاتت لبيته منو يوم العرس، وقفت على الشباك وقالت ابزت حالي وما بطلع من بيت اهلي لبيته. ولي والخامسة اخر وحدة باتت عنده ليلة وحدة بالعداد، فاق تاني يوم الصبح ما لقاها، هربت على بيت اهلها. طيب ليش؟ بدنا نفهم ليش. ما بعرف، بس هو ما بينطق، بس بظن في شغلات تانية. ها العلم عند الله. تقول يا عم ماله قاعد بالشام ولا عايش بين البشر؟ بدج كلامه دج، ما بيوزنها منو. انا لاحظت شيء. نعم لاحظت لاحظت. لا تاخذني بالكلمة عم، اذا بدك تخلص من بنتك جوزها اياها، اما اذا بنتك غالي عليك فاوعى. شو بدك بهالشغلة؟ ما لك مصلحة منو. وصل صيتنا على التلفزيون وجايين يعملوا معنا مقابلة جماعة التلفزيون. خود على الزبون وسكت. حكى معهم رافي. حكى بس لو ما كانت الشغلة بتستاهل كانوا بيجوا، كانوا ما بيجوا. بيجوا طالما الشغلة فيها واسطة بيجوا جماعة التلفزيون، لما ما بيجوا عمي. بيجوا عمي ليش حتى ما يجوا؟ لك شو واسطة؟ منين لوين رافي واسطة؟ هو حكى لك معهم؟ ايه عمي. قال لهم كذا وكذا، بس مو رافي اللي بيقرر اذا كان بيعملوا معي مقابلة ولا لا، ليش هو مدير تلفزيون؟ ايه عفوا اخذنا خلص طلعنا ضيوف. الله يخليك مبروك. اهلين ابو صالح. جخ يا بي، هي التلفزيون جاي يصور عنا بالحارة. شو هالشغلة هاي؟ يا رافي ما خلى بيت بالحارة إلا ما جابه مصوروا فيه. هالمرة مو مشان مسلسل، جايين يعملوا معي مقابلة إلي. أعطيني ربطة خبز جميل زكاته. اتصل فيك بركي تطلع لك شي لقطة. يا شو شايفني عم نام وإحلى؟ حبيبي هالطلعة ما بدي إياها، خاطركم. الله معك، مع السلامة. مع السلامة. ببعث لك الحساب مع الصغير. راح نسجلها على الدفتر. جميل، تعال أنت بركي بتطلع لك شي لقطة. ايش شايفني مأجر الفوقاني انا حتى سكر محلي وروح مش اطلع بلقطه؟ ايش ما عندي شغل انا حتى اطلع بلقطه؟ اي عمي على الفضائيه، على الفضائيه يا سيدي. ان شاء الله تكون على الاف ام. بتعرف الاف ام صحيح؟ بالمناسبه عمي حبيبنا ابو سمير جاره الحيط الحيط، اذا بدك اساله بركي بتستفاد. جار مين؟ لك جار مرزوق شبنا، مرزوق طالب ايد بنته للاخ. جار مرزوق؟ ايه الحيط الحيط. هو جار مرزوق؟ ايه ايه حبيبنا ابو سمير جار مرزوق. ايه عن اذنك. الله معك. خبي راسك، خبي راسك. تعال معي لقلك، تعال معي، تعال معي. مع انه انا بحب مرزوق ما بحب جميل، بس هاي كلمة حق تقال. جوازي ما فيها لعبة. لك طالما كل الشغلات فيه مثل ما عم تقول، كل الشغلات، كل الشغلات هاي، انت ليش تحبه؟ ليش تحبه؟ ما بعرف، هو بصراحة ما بنحب بنوب، بس سبحان الله يمكن تعودنا عليه، يمكن جكارة بجميل لأنه بحب ينكرز الواحد، ما بعرف. كتر خيرك، والله كتر خيرك، منيح اللي التقينا فيك قبل ما تورط. إيه قبل ما تورط. إذا بنتك حديب بتحمل لشهر، أما إذا كانت حساسة ما بتلقى معه يوم. لا عمي لا لا، نحن بدنا نجوز بنتنا مشان تنستر طول عمرها. إيه تنستر، تنستر طول عمرها، مو مشان تروح وترجع مثل غرض العيرة. ايه غرض العيرة.
سميرة عيوني راح الضيف، انزلي نشرب قهوة. جاي جاي مرت عمي. يا مرت عمي بهالبيت. ليش انا شو هالبي غير الغبره؟ تقولي عايشين بصحراء. ما بعرف شلون الغبره بتجمع على مهلها، بس البيت كبير وانت خالص كازك، صار بدك مين يساعدك؟ عازك وعوازك، فهم لابنك هذا الحكي، مو تقول خالص كازك. يا اخي الله يعينكم، الشغل بالمركز مرهق، يعني طولي اياها بقول لهم لا. ليش انا بوافي؟ الله وكيلك، لولا شغل المراه من بكره الصبح بطلب نقلي على اي فرع بالمحافظات، هنيك اريح. طبعا ما في مقارنه. يعني عفوا بدي احكي معك بموضوع وهيك، وارجو انك تتفهمني بشكل اخوي. لا يا رجل، طبعا بشكل اخوي. بعلمك المدير طلع على التقاعد، عرفت ولا ما عرفت؟ لا والله ما عرفت. منين بدي اعرف؟ عرفت انه صار معه حادث. على أثر الحادث طلعوا على التقاعد، بس مبارح وصل الأمر على الديوان، بس المدير لسه عم يتصل فيهم مشان يقنعهم إنه لسه بيقدر. بلكي بيقدر. ما بيقدر، بده 5-6 شهور ليطلع من الجبصين، وبعد ما يطلع ما بتعرف شلون بده يطلع، يعني مستحيل يحطوا مدير يقضيها مرضيات، المؤسسة بتوقف. طبعا بتفلت فرد فلتي. أنا ما عم بحكي عن عبس، فوق عم يناقشوا البديل، يعني عندهم عدة اقتراحات. مين بقترحين؟ مقترحين اسمك. اسمي؟ بشرفك مقترحين اسمي؟ ايه. قسما بالله العظيم كنت عارف انك بدك تبشرني بشارة حلوة. طول بالك طول بالك، بس لخبرك الموضوع، مقترحين اسمك واسمي كمان. طبعا، ليش مين في غيرنا بيستاهل المنصب؟ ما في. منين بدهم يجيبوا لك؟ مدير فرع الحسكة مهندس، ومدير فرع درعا مهندس، ومو معقول يحطوا مهندس مدير عام وفي دكتور مهندس مثلي، وإذا لابد مهندس لازم يكون عنده خبرة مثلك. ممكن أحكي معك بصراحة؟ طبعا. يعني أنا بصراحة عندي رغبة. حقك حقك الطبيعي، صار لك عمر المؤسسة وما حدا قدك بيفهم فيها. يعني بتنسحب؟ لا، مثل ما عندك رغبة أنا كمان عندي رغبة. أنا ما درست دكتوراه إلا لحتى أترفع، حقي. يعني كنت متوقع تتخذ موقف تاني. أنا مو مفكر بالموضوع أصلا، ما بعرف إنه اسمي مطروح، بس طالما هيك ليش لا، حقي. طيب مثل ما بدك أستاذ شفيق. لا تزعل، هذا أمر طبيعي، أنا فنيت عمري بالدرس منشان كون مدير عام، مو منشان كون مدير فرع. قالي عني أبو صالح. شو صار له الرجال؟ قبل شوي كان بعقله. لا، إذا هيك يسعدوا ويبعدوا، قال 5 نسوان قال وثلاث أولاد كمان. لا لا، ما في واحد حكى بحقه كلمة حلوة. ايه ما في واحد ابدا، كلمة متفقين عليه، كله حكى نفس الحكي، يلي بيحبوه يلي بيكرهوه، يلي بيحبوه يلي بيكرهوه. ايه الله يقيمه بالسلامة، انا ما بتمنى الأذى لحدا، بس المرة الجاي بس ليجي يفهموا انه ماله نصيب. ايه طبعا طبعا، شو ملاقيتي بالشارع؟ انا حتى زدتي كزدتي ملاقيتي بالشارع، وناقصني غير المسطرة يكون صهري. كنت بدي زوره بالمستشفى، بس اتحي ما بدي يفهمني غلط، ما بدي يفهمني غلط. إيه لا لا، روح زوره، منه بتعمل واجبك ومنه بنخلص من هالشغلة. لا لا لا، ما حلوة ما حلوة، خليها يطلع، مو ملايمة. يلا مو حلوة، فوق بلوتون زيد على قلبه، زيد على قلبه، ما بدنا ما بدنا.